الجرح بيجي وبيلتئم ويعدي، لكن لما مثلا بيجي لك جرح بسيط وتروح للدكتور يجي يقول لك دايما الجملة اللي بنسمعها: ما تلمسهاش، ما تلمس الجرح، ما تقربش منه، حاول تنساه، ما تبصلوش، ما بتركزش فيه. يا مريض برج السرطان، انت عشان تكمل لازم بتلمس الجرح، ما تقربلوش، ما تبصلوش، ما تركزش فيه، عشان تعرف تكمل الدنيا صح اللي ان شاء الله هتبقى خير عليكم لازم ترمي ورا ظهرك. مواليد برج السرطان، فترة مهمة جدا، تحركات مهمة لنهاية السنة فيها خير ان شاء الله، بعض التحذيرات البسيطة لكن بوجه عام ان شاء الله تبقى خير عليكم يا مواليد برج السرطان. قبل ما نتكلم على ايه التحركات، هطلب منكم الطلب المعتاد وهو الدعم. الدعم عن طريق شير، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس، اي حاجة من الحاجات دي بتساعدنا وبتدعمنا لعمل المزيد من الفيديوهات. 7 و8 و9 القمر متواجد في البيت الرابع، 10 و11 تواجد القمر في البيت الخامس، يوم 12 و13 القمر هيبقى متواجد على القوس، البيت السادس بقمر جديد على القوس. يوم 4/12 هو دخول كوكب الزهرة للبيت الخامس. فاحنا بنتكلم عن تحرك في البيت الرابع، تحركين في البيت الخامس، وتحرك في البيت السادس. طبعا تحرك البيت السادس ده من اهمهم في خلال الفتره بسبب القمر الجديد. هتبص على حياتك العائليه والاحداث من الماضي حتى الان عشان انت عايز تلاقي الامان، وهتلاقي الامان عن طريق ان انت تراجع ذكرياتك وتشوف فين نقطه سعادتك وفين نقطه انتكاستك. فعشان كده انت هتبص احداث العائليه، الاحداث في كل حاجه، وانت هترجع بالزمن هتفتكر نصيحة قالت لك من احد الوالدين، هتبقى العلامة لحل مشكلة انت واقع فيها حاليا. لما هترجع تاني بالماضي هتفتكر نصيحة للاب او الام احيان او اموات، وربنا يعني يطول في اعمارهم والرحمة على امواتنا، هترجع لنصيحة، النصيحة دي هتبقى هي المخرج لأزمة انت فيها، غالبا هتبقى من النصيحة من الأب، لكن أيضا من الأب أو الوالدين، الأب أو الأم، لكن هي الأغلب هتبقى النصيحة جاية من الأب. في خلال فترة هتلاقي مشكلة ظهرت وصعدت بطريقة زي البرق ونزلت تاني على الفشوش، ما تقلقش تبقى خير، يمكن ده بسبب سوء تفاهم، طاقة سلبية كانت متواجدة في نفس اللحظة، لذلك هتلاقي في مشكلة ظهرت صعدت بكلمة ونص، وصلت لمراحل تصاعدية رهيبة، لكن ما تقلقش في خلال ساعات أي يومين آخرة كل ده ينزل تاني. فما تقلقش لو الموقف ده حصل، اطمن، هي بس طاقة ساعات، لحظة شيطان كده نقدر نقول عليها كده بالبلدي عندنا، لحظة شيطان كده هتظهر، هتعلي حوار كده مشكلة، بس هينزل تاني على ما فيش، إن شاء الله تبقى خير. هتحس إن في حد ضربك على راسك، ضربك على راسك ضربة خلتك تفوق، تفوق لنفسك. هتلاقي نفسك بتدور على القناعة وراحة البال ومتعتك ورومانسيتك. هتحس كده الوهلة ان حد عمل لك كده، هو انا مين، هو انا ايه اللي انا كنت فيه ده، لا انا عايز شوية راحة بقى، انا عايز نفسي، انا عايز افكر في نفسي، ذاتك، نفسك، متعتك، حبة قاعدة رومانسية، راحة بال، قاعدة قدام بحر، هتلاقي نفسك انت بتدور على نفسك، انت مرة واحدة كده هتبدأ تتفرج على نفسك، دي معنى كلمة الطاقة اللي هتقابلك أيضا في خلال الفترة اللي أنت بتكلم على خبطتين في البيت الخامس، اللي هي أساسا هتبدأ تفوقك، ضربتين البيت الخامس دول بيخليكوا فوق، فوق من القرف، اصحى يا بني آدم اصحى، دي الطاقة اللي هتجيلكوا. استغلوها صح عشان تفوقوا من اللي انتوا فيه. فترة هتبقى مهمة جدا لحسم امور. الفترة دي في امور كتير هتتحسم، اذا كان في علاقات، اذا كان في عمل، اذا كان حاجات كتيرة جدا. في امور كانت معلقة كتيرة، يمكن معاكوا كانت معلقة كل السنة، خلاص ده هيبقى القرار.
وتبقى قرار جذري لا رجوع عنه، وهيبقى قرار في صفكم في صالحكم ان شاء الله يا مواليد برج السرطان. نتكلم على الخير ان شاء الله في العمل والمال. العمل والمال باذن الله تعالى في طرق جديده هتتفتح لكم، تفتح لكسب المال بطريقه اسهل من الطرق اللي كنتم متبعها من قبل. نقطه مهمه، محدش يخاف من المخاطره، محدش يخاف من المخاطره في امور ماليه منكم يا وليد برج السرطان في خلال الفتره. في خلال الفتره يمكن انت تفتح لك ابواب بالنسبه للمال محتاجه مخاطره، جازف. المجازفه هنا في وقتك، زي ما انا بقول في ايام تانية بلاش تجازف، زي ما بقول لكم دلوقتي المخاطره والمجازفه هتبقى خير ليكم بالنسبه للمال والعمل ان شاء الله في خير. اذا كان المجازفه مثلا بانهاء عمل، بدايه عمل جديد، ان انت تجازف بتغيير مشروع، ان انت تجازف بدخول بشراكه مع شخص معين، المجازفه دي هتبقى صح. المخاطره دي هتبقى في محلها ليكم يا مواليد برج السرطان. اي تاجيل يحدث خلال الفتره ويمكن احساسك انه ما كانش في مصلحتك، يعني التاجيل اللي مش في مصلحتك، لا وافق. اي تاجيل يقابلك في خلال الفتره دي وافق عليه واطمئن، اطمن التاجيل ده مصلحه ليك. اي تاجيل هيقابلك في خلال الفتره دي اطمن ده خير، هيبقى مصلحه ليك جدا ان التاجيل ده يحصل. لو مش مكتوب تاجيل خلاص، لكن لو مكتوب تاجيل اطمن خير. عشان كده بقول لكم في الفتره بلاش يعني النفسيه تتعب او تنزل بسبب حاجه انتوا ما تعرفوش الخير فين، لا الخير جاي في التاجيل، الخير جاي في المعاكس. الخير هيجي في اللي انتوا كنت فاكرينه شر. فان شاء الله مش هيبقى فيه شر وهيبقى خير عليكم جدا يا مواليد برج السرطان. مواليد برج السرطان زي ما احنا بنتكلم في فتره مهمه جدا، اذا كان في العائله هترجع للماضي، هترجع لمواقف، هتبدا تتعلم من غلطات ماضيه، يمكن يحصل بعض التوترات البسيطه مع العائله، مع الاخوات او مثلا مع الاقارب، في توتر في علاقه مع احد الاقارب ممكن تحدث ايضا بسبب بالاخص تواجد القمر على الميزان، ده ايضا بيأثر لكم ببعض التوتر نوعا ما مع الاقارب والعائله. لكن بوجه عام الفتره خير، في افكار جديده وابواب مهمه لجني المال، في جرح لازم يلتئم عشان تبدا تفوق لنفسك، في امور معلقه هتتلاقى فيها القرارات الحاسمه، في ان شاء الله ابواب خير للمال والعمل، لكن لازم يجب عليك ان تخاطر. زي ما احنا قلنا فتره خير ان شاء الله، ونهايه نهايه سنه هتبقى خير عليكم، وبدايه سنه هتبقى اروع باذن الله. هنتكلم على ايه الطاقات والتحركات اللي هتبقى متواجده معاكم لسنه 2024 اللي باذن الله تعالى هتكون خير عليكم وعلى جميع الابراج باذن الله. وكده يبقى وصلنا لنهايه حلقه النهارده، واتمنى تنال اعجاب حضراتكم. وما تنسوش لو حلقه النهارده عجبتكم محتوى القناه عجب حضراتكم، هحتاج منكم الدعم عن طريق شير، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامه.